السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز الثالثة. المستهل بالتعاون الطاقوي، حيث يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أعمال الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي حول نحو الجنوب، الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط، الذي سينعقد على مدار يومين بمدينة سورينتو الإيطالية، ويهدف إلى توفير وخلق فضاء للتبادل والتشاور حول أفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط. اللقاء حضره كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ورئيس المدير العام لشركة سوناتراك ورئيس المدير العام لشركة سونالغاز وإطارات من الوزارة. وستشهد هذه الطبعة مشاركة العديد من الوزراء ورؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية وسياسيين واقتصاديين دوليا. وفي مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، العدوان الصهيوني على قطاع غزة متواصل لليوم 24 بعد 200، مستهدفا مناطق مزدحمة بالنازحين ومباني سكنية مكتظة والأسواق والمساجد والمستشفيات شمالي ووسط وجنوب القطاع، مخلفا عشرة شهداء ومئات الجرحى والمفقودين، في وقت تواصل محكمة العدل الدولية جلسة بخصوص الهجوم الصهيوني على رفح. في الرياضة، تواصل اليوم قافلة دورة الجزائر للدرجات مسيرتها في طبعتها 24 بإجراء المرحلة السادسة بين ولايتي البويرة وسطيف على مسافة 186 كيلومترا ونصف الكيلومتر. هذا وحافظ أمس دراج نادي دالي إبراهيم سحيري أيوب على القميص الأصفر في المرحلة الخامسة من الدورة، والتي ربطت ولايتي البليدة والبويرة، فيما عرف سباق فوز الدراج الأريتري مايكل ميكسيلياس بالمركز الأول. كرويا، تلعب اليوم الجولة 26 من بطولة رابطة المحترفة الأولى بإجراء لقاءات مثيرة، حيث تتسم هذه الجولة بمباراة الدربي العاصمي بين مولودية الجزائر وغريمه اتحاد الجزائر بملعب الخامسة جويليا الأولمبي، فيما ستكون عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة على موعد مع قمة استثنائية تجمع الشباب المحلي بضيفه شباب الوزداد اللذين يتنافسان على مركز الوصافة. وبرنامج الجولة يأتيكم كاملا على وبإمكان الجمهور الرياضي متابعة لقاء مولودية الجزائر أمام اتحاد الجزائر على القناة السادسة الشبابية بدءا من الساعة السادسة مساء، فيما تشاهدون المباراة التي تجمع بين مولودية وهران ووفاق سطيف على القناة الأولى الأرضية ابتداء من الساعة الخامسة مساء. وفي التوقيت نفسه تتابعون مقابلة شباب قسنطينة أمام شباب الوزداد على القناة الرابعة الأمازيغية. ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.